الجمعة الأول من شهر فيفري 2018، جمعة مباركة على كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مساء الخير، جمعة مباركة. تستمعون إلى راديو جسور على قناة قناعات مع شادية. هذه الحلقة رقم 4، ستكون حلقة خاصة جدا، خاطر الإهداء باش يكون فيها إلى شخص خاص في حياتنا وخاص جدا. الإهداء باش يكون إلى كل أم ومعزة الكلمة على قلوبنا الناس الكل. مواضيع متعدة ومتعدة برشا، باش نحكيو كيفاش تنجم إنسان في الموضوع الاجتماعي تكون أم مثالية. باش نحكيو على نقاط الأم المثالية ولا مميزات الأم المثالية في حياة عائلتها وفي حياة المجتمع. باش نحكيو صحة زيادة، باش نحكيو على فيتامين دي وهميته في الصحة، باش نعطيكم أنواع في حصة البرت اليوم، باش نعطيكم أنواع الخبز التونسي، برشا أنواع، أنواع لذيذة، وباش نفسر لكم زوز من الأنواع هذوما، بفاح تونسي بكيفية تونسية، بالجوجة التونسية وبالغنية التونسي، ومن الشمال للجنوب، واحنا نحبوا هالخبز هذي ونحبوا نعرفوا بيه. المواضيع باش تكون فيها حنين زادة ليها علاقة بالأم وليها علاقة بالقصيدة باش نقراها لكم، هذه تعرفوها الناس كلها. الحنين باش يكون كل واحد باش يحن القهوة أمه، كيفاش طعمتها، ريحتها، فاحة، ذكرياته. الحلقة هذه زادة خاصة جدا، خاطر باش نبداها بتعزية الحارة الى صاحبة قناة لمسة جمال، امولة مامات يوسف، ونقول لها البركة فيك، خاطر توفت لها مماتها اللي هي بمثابة امها. نقول لها ان لله وان اليه راجعون، والله اكبر، ان شاء الله ربي يقويك، ان شاء الله ربي يعطيك القوة والصبر والسلوان. نبدأ بقصيدة على الام. يقول محمود درويش: احن الى خبز امي وقهوة امي ولمسة امي، وتكبر في الطفولة يوما على صدري يوما، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. مساء الاشتياق إلى رائحة أمهاتنا، إلى رائحة خبز أمهاتنا، إلى رائحة قهوة أمهاتنا. مساء الأمومة، مساء الذكريات، ربي يخليهم تاج على رؤوسنا، وربي يرحم كل أم يا ربي، ويرزق كل فاقد أمه الصبر والسلوان. نتعدى للموضوع الاجتماعي، بسك احنا نحكي على الأم. الموضوع الاجتماعي كيفاش إنسان ينجم، كيف تكونين أم مثالية، ما هي، من هي الأم المثالية؟ الأم المثالية هي أم بسيطة جدا، هي أم تعطي الحب، هي أم معطاءة. شنو الحب هذا وشنو العطاء؟ إنها تكرس برشا من وقتها لولادها، تعاونهم، تساعدهم، تكون إيجابية، خاطر الأم الإيجابية هي اللي تنشئ نشأ إيجابي في الحياة. الأم اللي تستمع لأولادها وتتحاور معهم، الأم خاطر هي المدرسة، هي اللي تعلم أبسط وأبجدية الحياة قبل التعليم معناها التدريس، هي اللي تعلم أبجدية الحياة، الكل والكلام، الحركات، كل شيء. الأم هي اللي تعلم الاحترام لولادها، هي تعلم الحب لولادها، هي تغرس فيهم أكا صفحة البيضة، هي اللي تكتبها. الأم هي كل شيء في حياة أولادها. ذيك علش الأم المثالية هي الأم اللي أخذت حضنة أولادها بكل حب، واعطتهم بكل بدون مقابل، وكانت معناها مصاحبة لهم في كل شيء، مطلعة على كل خباياهم وخفاياهم، باش هكاكا نطلعوا نشأ سوي. فماش انسان ينجم يحكم على ام مثالية واخرى لا، خاطر كل المثالية عندها مقومات لكل امرأة وعندها مميزاتها. اذيك علاش كل ام ولا كل ابن يرى امه مثالية في عينيه، ان شاء الله امتنا كلها تكون مثالية. اما الحاجة اللي باش نقولها لكم لهنا، نقاط انتم باش تكونوا ام مثالية، لازمكم تعطيو برشا صبر، برشا عطاء، وبرشا حب، وبرشا تضحية لولادكم، لازم برشا ايجابية، برشا حوار،
برشا تفهم وبرشا مصاحبة لأولادكم. وإن شاء الله ربي يفضلكم أولادكم، وإن شاء الله ربي يفضلنا أمهاتنا وقبلة على جبين كل امرأة مثالية إن هي أم مثالية. لن أسميك أمي بل سأسميك كل شيء، هذه هي الأم، هي كل شيء. تستمعون إلى راديو جسور على قناة قناعات مع شادية، فكرة وأعداد وتنشيط قناة قناعات مع شادية. نتعديو لدبارت اليوم اللي هي فيها قسم من التغذية وقسم دبارة، قسم معناها أكل. اليوم مش نحكيو على أنواع الخبز التونسي، عنا الخبز الكوشة ولا نسميه احنا خبز البوجة، عنا خبز الغني هو خبز الملاوي يسميه في بعض المناطق الكسرة، عنا خبز الشعير، عنا خبز القلاي معناه خبز بالخميرة بفحة تونسية بطعمة تونسية ومحلاه خبز التونسي. الخبز التونسي ديما يتكون من السميد وفارينة خميرة وزيت زيتونة وشوية حليب اللي نعجنوهم ونخمروهم وبعدك شنقرصوهم. اما انا اليوم مش نعطيكم خبز الشعير كيفاش. خبز الشعير هو يتكون من برشا شعير ترقدوا في الماء، معناها تنفخوا في الماء لاربع ساعات، تزيدوا كمية ضئيلة من السميد ولا الفارينة وتخليه رخو شوية، بعد تحلو بشوية خميرة بيان سور تحط فيه الخميرة وتحلو بشوية فارينة وتحطوا في معناها يخمر لمدة ساعة او ساعة ونص وتطيبوا نفس تطيب خبز الكوشة. بيان سور تنجم تضيف له الفحات الكلها. كنت خبز الكوشة قدمته لكم مرة، نحط لكم الرابط متاعو على القناة متاعي. الخبز هذايا خبز الكوشة يجي بنين على الاخر، تنجم تقدموه مع سلطة مشوية، تنجم تقدموه مع اي طبق تونسي سورتو في مع هكا مقرونة جي. نرجعو لخبزنا، قلنا احنا الخبز التونسي عنا برشا انواع، قلت لكم عنا خبز الكوجة، عنا خبز الملاوي. اليوم باش نمشيو خبز الكوجة اللي هو احنا ولينا نطيبو فيه في الكوشة. شنو مكوناتو؟ عنا يطيب الاغلبية بالسميد، عنا مثلا رطل سميد تاخدو عليه كيس برطة فارينة، تعملو شوية زيت زيتونة ولا شوية زبدة، تعملو الخميرة، تعملو نص كيس حليب وقاطين عظم تعجنوهم الكل وتخليهم يخمر ساعة من زمان، بعد تقرصوه وبعد تصوفوهم، تعملو الفحات اللي قلت لكم عليهم، السنوج، حبة البركة، جلجلان، كل شيء، وتحطوه يخمر مرة ساعة أخرى وتطيبوه. نمشيو لخبز الشعير كيفاش يطيب. خبز الشعير تاخدو الشعير اللي يبدا مرحية وتنفخوه لمدة أربع ساعات، نفخوه بالقدي بالماء معناه مش كمية كبيرة، كمية صغيرة اللي يتنفخ. بعد تضيفوا عليه هذاك، تضيفوا عليه سميد ولا فارينة حسب رغبتكم، أما أنا ننصحكم بالسميد لرطب. تزيدوا عليه الخميرة وتخليوه يخمر، تكون العجينة سائلة شوية ماهيش متماسكة. بعد عن طريق شوية ماء ولا الفارينة تحلوها العجينة هذيك وتقرصوه زادة، تحطوه يخمر كالعادة ساعة أخرى، وبعدكش تحطوه في الكوشة نفس التطيب اللي نطيبو به خبز الكوشة. هذا هو الخبز التونسي، عطيتكم جوج انواع، ان شاء الله في مرة اخرين نعمل لكم برشا انواع والمطبخ التونسي ثري برشا بالخبز نتاعو. انتم في الاستماع الى راديو جسور على قناة قناعات مع شادية، فكرة واعداد وتنشيط قناة قناعات مع شادية. نسيا طيبة للجميع. بس قلنا الخبز لازم باش نعطيكم حاجة زادة زمنية تونسية ترافقوها بالخبز هذايا. باش نعطيكم اليوم مسلي متاع الدجاج كيفاش يطيب بالطريقة التونسية هكاكا، تكون قدمت لكم الدبارة. مسلي الدجاج هو كيفاش ناخدو خيضات الدجاج ولا اي طرف متاع الدجاج عندكم، وبطاطا وفلفل وشوية معدنوس، كان عندكم شوية زيتون، هذه الطريقة نطيب بها انا. ورس بصل، اول حاجة نقطعو رس البصل هذاكا ونقطعو الخضرة كلها يما بالطول يما دائرية، نفوحوهم اذوكم الكلها بشوية زعتر، نحطو شوية زيت زيتونة، ناخدو الطبق اللي نمشي في الكوشة انا واحدة من الناس تطيبو في الكوشة، هذا يجي بنين 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 على الاخر. يكون اللحم نتاعنا رقدناه ديجا شويه، كنت عندكم شويه خل وشويه كليل وزعتر وشويه ثوم وشويه برشا كركم، مش شويه برشا كركم،
هذوكم ترقدوهم الكل، بعد تحط الحاجات المرقد اللحم نتاعك مرقد في الطبق نتاع الفور، وتحطو يطيب نص طياب فين كل لحم يطيب نص طياب، وتحط الخضره نتاعك اللي ديجا هي مشوحه بالفلفل والملح والقطيكم والكلي والزعتر، يا ربي الزعتر هو يبننها اكثر، تحطوهم فوق اللحم هذاك الكل، الماء هو ديجا يبدا فيها، كانوا فيه لكم الماء تعملوا الماريناد هذاك اللي هو كركم شويه ماء نص كيس ماء صغير، وتعملوهم شويه فلفل اكحل شويه كركم شويه تبلو كرويه، وتحطوهم هكاك يطيب الكل في الفول، تجي صحي وبنين بنين كي تعب، نحطو رشه معدنوس وشويه بصل من فوق، الناس تحب البصل من فوق، وشويه ان شاء الله شهية طيبة، وان شاء الله دبرت اليوم رقت لكم هكيك نعرفوا شوية بماكلة تونسية، ندبر عليكم وكل شيء، امسية طيبة ان شاء الله تقضيوها معايا. نتعديو الى حصة التغذية والصحة بمعنى اخر. اليوم باش نحكيو على فيتامين دي، علاش اخترت فيتامين دي؟ خاطر احنا نعيش في الغربة لهنا تقصنا برشا فيتامين دي، خاطر قلت الموضوع الامهات انسان كي كبر شويه في العمر ينقص فيتامين دي ويتعرض لبرشا مشاكل صحيه. اليوم باش نعطيكم فين نلقاو الفيتامين دي هكاك نجمو نقيو رويحنا شويه. المعروف على الفيتامين دي انه يساعد في امتصاص الكالسيوم، يساعد باش يقوي جهاز المناعه عند الكبار والصغار. دونك نشوفوا فين نلقاو الفيتامين دي هذايا. نلقاه اول حاجه في الشمس، وهذا معروف عليه، هذا من نعمه الرحمن علينا، دونك يلزمنا نتعرضوا برشا للشمس. اما كي نبداو في فصل الشتاء ولا في بلاد ما فيهش برشا شمس كيما البلدان الاوروبيه، شنو يلزمنا ناكلو باش نحسنوا من نسبه الفيتامين دي في اجسامنا؟ دونك يلزمنا ناكلو باش نعطيهم لكم بالترتيب. انا احسن حاجه تنجموا تاكلوها هما التونه، التون فيه نسبه عاليه من الفيتامين دي، هو والتشيريالي السيريال. بعد نلقاو زاد الحليب اللي فيه فيتامين دي، الحليب المدعم، معناها يقول لك فما برشا حليب يتباع ركزوا فيه كي تشريو، يقول لك فيه فيتامين دي، ولا فما حليب بودر يتباع زاد فيه فيتامين دي، ذاك كان انت معناها مريض ولا عندك تحس في عظامك توجع فيك تنجم تشري حليب بودر فيه فيتامين دي. ان شاء الله باش نعمل لكم عليه حلقه هذايا. نلقاو السردينه، زيد السردينه اللي احنا ما ناكلوهاش ولا نسترخصوا صومها فيها فيتامين دي، وان شاء الله زيد باش نعمل لكم عليهم حلقات، هذوما حلقات معناها تطبيقيه واقعيه قدامكم. البيض، العظم اللي نقولوا له احنا في تونس العظم، البيض فيه نسبة عالية، كي تاكل بيضة فيها 41 وحدة نتاع فيتامين دي، معناها كلو هكاك كعبتين في النهار باهي، كعبتين مع كيس حليب باهي، سخطو الناس اللي عايشة في الغربة نقول راه يلزمكم تاكلو حاجات هذوما حتى كان ما تحبهمش. الجبان مش أي جبانة، جبان اللي يبدا صفرة شوية، يبدا لونها أصفر شوية، سويس تشيز هذيك اللي نسميوها، فيها نسبه من الفيتامين دي. بيان سور فما برشا حاجات، فما اللوبيا، العدس، اما بنسبه قليله. التشيريالي الكل قلت لكم عليهم فيهم نسبه من الفيتامين دي، دونك هذايا كنت على الاقل قلت لكم شويه حاجات تلقاوهم. راك تحس روحك دوخه وعظامك توجع وميكش طايق روحك وفيدد وكل شيء، ذاك راهو علامه من علامات نقص فيتامين دي، ماهيش كآبه ولا حاجه، ما تبداوش تقولوا نوع حاجه نفسيه ولا حاجه، نقص فيتامين دي، وما زاده ما تخافوش ماهيش حاجه كارثيه، اما راهو نقص فيتامين دي كان ما تعالجوش ويؤدي الى برشا حاجات، خاطر هو يساعد في تجديد الخلايا. دونك ردوا بالكم وحاولوا ديما باش تشوفوا التغذيه نتاعكم ولا شنو تاكلوا. نتمنى الصحة للجميع، يا رب ان شاء الله الناس كلها تخمم على صحتها وتحاول باش تبحث في شنو الطيب اللي باهي لصحتها قبل كل شيء. الصحة للجميع. تستمعون الى راديو جسور على قناة قناعات مع شادية، قريب الحلقة توفى، مازلنا شوية حلقات شوية مواضيع ان شاء الله تستمتعوا بهم، قلت لكم مواضيع باهية برشا اليوم ان شاء الله.
نرجع للحنين، فقرة الحنين. اليوم قلنا باش نحنو، كل واحد فينا يحن لقهوة أمه، نغمضو عينينا وكل واحد يقول طعمة أمه كيفاش، طعمة القهوة اللي كانت تقدمها له أمه كيفاش. أنا ما كانش الكيسين المضخمة والغاز اللي نعملو فيهم تو لولادنا واللي كوميك. مغمضة عينيا قاعدة، ولا قاعدة مغمضة عينيا. نو، كان كيس بلاك يبدا فيه الحليب، ويبدا تحط لك فيه مثلا اللي عندهم بو على عمري. انا مثلا تبدا انا واحده من الناس كنت سي نحط فيه الشوكولين الاصفر هذاك متاع تونس، وهذاك يلزمك تاكلو وتشربو الكل. عند امي كان ما شربتش حليبك معناها ماكش باش تقرب لقدام، ماكش باش تركز، يلزمك تاكلو الكل تشربو الكل. وكيس الحليب هذاك حتى وانتي خارجه الباب الشارع، معناها الشارع، وامي تبدا تجي وراك بكيس الحليب. والله نذكرها، ربي يطول في عمرك يا امي، طفرت برشا. كيس الحليب متاع امي والله طعمته، والله قد ما عشت هاني 13 سنه وشفت برشا حليب وبرشا حاجات مضخمه وهكا ونسكويك، طعمته طعمته وحدها، طعمته طعمته بالحق. كين هم يضيفوا حاجه من نوع خاص، الريحه ريحة القهوة متاع الصباح في دارنا ما عمري ريتها، ما عمري بالحق. انا توا كي نروحو نشتهيو القهوة هكا على كريسي بلوح وكل شيء، ونبداو نتعاركو وشكون يقعد هكايا، وبالحق ودايرين على الكلام على الميدا، ميدا اللوح متاع تونس هذيكا متاع ديارنا العربي. وتبدا بقراج القهوة هكا يبدا معبي، مش كيما توا طيب هكا كاس ويقعد لك الكل بارفوا ما تشربوش. اما ريحة قهوة امي والله لا كيفها، والله والله لا كيفها. دوما نأثرش عليكم، قولوا لي انتم ريحة قهوة امي تكون كيفاش. بون، هذيك هي الحياة، ربي فضلنا اماتنا، ربي فضلك يا امي مني ليك يا رب. راح قولوا لي انتم بار قهوه تميتكم شنو، كيفاش تعجبكم القهوه توا، كيفاش تطيبوها، كيفاش انواع القهوه اللي تحبوها، شكون ما يعدلش المزاج نتاعها ما يتعدل الا بقهوه. انا واحده من الناس من عشاق القهوه، كي جيت الغربه وليت القهوه عندي تعديل مزاج، معناها القهوه تساوي تعديل المزاج. دونك قولوا لي كيفاش انتم تعدلوا المزاج نتاعكم، قهوه بكعبه شوكولاته، بشنو المزاجيت نتاعكم تتعدل، نشوفوهم في حلقه جايه ان شاء الله. اما انا باش نقول لكم كما يقول محمود درويش، قبل ان تشرب القهوه ستشعر انك تكره جميع الناس، وبعد ان تشربها ستظل تكرههم بكل نشاط. اذا من باب الدعاء راهو، مانيش نقصد في الكره، انا نحبكم الكل وان شاء الله كلنا نقول ونحبوا بعضنا وقبلكم بالحب الاحترام. هذاك اول مقومات النجاح، العلاقات سواء العلاقات الفعلية أو العلاقات الافتراضية. إن شاء الله الحب والاحترام يسودنا ويسود العالم الكل. باش نختمو كما ابتدينا، رسالة إلى أمهاتنا، رسالة إلى أعز مخلوق عنا في الدنيا، لما نوفيوش لهم حقوقهم. كل واحد يكتب لي زوزوسترا وإن شاء الله نقراهم المرة الجاية. أنا باش نقول لكم يا ربي خليك، يا ربي فضلك، وربي اللي نحك عليا. نقول لك امي الكلمات مني، امي هو لا اعرف كيف تركتك وابتعدت عنك، كيف استطعت النوم بدون ان اتوسد ذراعيك، كيف اصبحت ام وانا اشتاق اليك. ربي فضلنا امهاتنا يا رب يا رب يا رب. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله من راديو جسور. اعداد وتقديم وتنشيط وفكره قناعات مع شادية، راكم على خير، وراكم على حب، وراكم على شوق، وراكم على صبر، وراكم على أمومة دائمة. بسلامة. هكا نكون الحلقة شرفت على النهاية. نشكركم كل 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 نشكركم على تفاعلكم، لقيت تفاعل كبير وتجاوب كبير. هذا الراديو راهو من قلبي، كلام من قلبي والمواضيع من قلبي، وان شاء الله تكون تنفعكم وقاعدة نحسن فيه. وان شاء الله كي نوصل 10,000 مشترك
نعمله في قالب